تداعيات رافقت حملة إزالة المنازل العشوائية في البصرة وجدل حول القادمين من المحافظات الأخرى. عودوا إلى محافظاتكم، عبارة وجهها مسؤول حكومي للساكنين في مناطق التجاوزات من الوافدين إلى المحافظة. يرى بصريون إنها لا تثير نعرات عنصرية، ويحق لأي عراقي السكن في البصرة أصوليا لا بالتجاوز على أراضي الدولة. أنت من غير محافظة تعال اشتري قادم لك، أجر هم ممنون لك، بس مو تجي تتجاوز تبني على الرصيف. ما عندنا على الرصيف، احنا يقول لك احنا ناس عدلين، اريدكم تمشون ويانا عدل. ما تمشون ويانا عدل، قانون موجود يمشي ياخذ مجراه. والله بصراحه احنا البصره ألف هلا باللي يجي، احنا لان البصره تابعه لكل العراقيين، بس اللي جينا بصوره قانونيه حلوه. مثلا البصري هسه من سوى تجرح نفلشه ونعوضه ان شاء الله من سياده المحافظه يقدر يعوضه، بس الغير محافظات يقدر مثلا يستاجر له مكان او يشتري له مكان، ماكو اي مشكله. بصريون حملوا الحكومات المتعاقبه مسؤوليه الاخفاق بملف السكن وعدم توفير فرص عمل متكافئه، الامر الذي تسبب بنزوح مئات الالاف من المواطنين الى المدن المستقره امنيا واقتصاديا. سبب الحكومات المتعاقبه بالحكومات المركزيه اللي ما وفرت العيش الملائم في كل مناطق العراق، لذلك نشوف اكو نازحين بالبصره ونازحين بالعماره، عفوا بغداد. فهذا سبب، هذا سبب انه السبب المركزي هو اللي يشتت، اللي يخلي فقط في مركز او مركزين من العراق العمل متوفر، الكهرباء متوفره. فندعو المواطنين انه يعيشون بطريقه قانونيه، اما ياجر او يستملك. واعلنت الحكومه المحليه عن توفير البدائل او تقديم تعويض مالي للمتجاوزين قبل ازاله تجاوزاتهم على ان يكونوا من سكنه البصره حصرا. أثير العبادي، وان نيوز، البصره.